في المطبخ، ايه لكن خلينا قبل ما ناخذ المطبخ، شو المكونات في العادة؟ مكونات الحوش في يفرق مكونات الحوش. هذا يعني هذا كله اللي تشبح فيه موجودة من المكونات القديمة. مثلا المطبخ احنا نقوله اول، لكن لا عدا اول ولا عاد مطبخ، كلها تقول في الكوجينة للأسف. هو في قبل ما كانش في غاز، يعني غاز هذا من السبعين متعالجة، من يعرف الغاز؟ بل حطب، عندنا حطب الزيتون، وعندنا حطب والكرناف نتاع النخل، وعندنا البطوم، وعندنا اللي فهمتوا هذا شو نقوله، يعني فيه مجموعة هذه كانت باش الناس. طيب والاطباق والصواني والاطباق، هذا نقول لكم كلها كانوا يستعملوا في الفخار، لان والعود، اما هالوحدات حتى هذا موجود كله من يعني، لكن النحاس والالومنيوم هذا كله حديث ما نعرفوش. حتى في الميه، البدين تاع الميه نجيبوهم تاع الواحد، يا اما القربه يا اما اسمها الالومنيوم ولا الفخار، كانوا زاوية تشبح فيها هذه، انا اجيبها الميه. خلينا نبدا تو في الاكلات، نشوف في مجموعه متنوعه من البنزين قبل كل شيء. هذا بنزين بالسمن البلدي، وهذا باللبن اوتشو، والا اروي هذا وين يديروا الدقيق حلويد احنا نقول هذا كاي اروي، اما اللي يعجنوه عجن يقولوا اوتشو البزين. هذا اوتشو بالطبيخه ولا ايه، وهذا حتى هو بالطبيخه. هذا شنو الطبيخه هي؟ نقول لك انا، يستعملوا في الحلبه والعدس والفول المهروش والقرقوش القديد والدحي، فهمت ولا لا؟ ويستعملوا في اللي يعطيها النكهة الجميلة هو البصل المحروق، يعني يقددوا البصل كميات كبيرة زي اللي نشوف فيه هذا مثلا. هذا ايوه 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 زي هذا، فهمتوا؟ بعدين نجو هذا بازين بالرب، وهذا بالمرقة، يعني لحم القعود ولا لحم البقر ولا لحم الجدي ولا ذا توق. البازين هذا كل واحد عنده مناسبة معينة، عنده وقت يندار فيه. هو الحقيقة احنا احسن اكلة، وهذا فيه شيخ رحمة الله عليه، يقول الشيخ علي السيادة، يقول احسن اكلة عندنا في ليبيا البازين، ادعكه قليلا بين يديك يلين، وعليه لحمة الخروف سمين. يعني اكلة جميلة جدا. بعدين نجو للمقطع. انا فت هذا راهو احنا نقوله بازين باللوسه. شنو اللوسه؟ يدقوا الفلفل الاخضر والطماطم القشور، ويديروا له الدهان القديم، الشحم القديم، ويديروا له الكرويه والتومه وكذا، يعطي في نكهه، ويفوحوه بالزيت الزيتون، فيه نكهه ممتازه. ولكن احسن ما اكلته في الشتاء. يدفي يمكن. ايه ايه. بعدين عندنا هذه رشتة برمة، نقولوا رشتة ولا مقطعة سوسوة، وإلا هو عنده اسم بالأمازيغي، وأعتقد يقولوا بليلو ولا ماني عارف والله بالضبط يعني. بعدين عندنا الكسكسي، ثلاثة أنواع ولا أربعة. عندنا الكسكسي هذا نقولوا له إغديون، هذا إغديون يجو مش العسلوز، لا هذا نوعه بروحه يجي هنا في خاصة في المنطقة اللي فيها الجبس، يعني نقولوا احنا الترش وقدم الجمل وتعالى جاي، وحتى هذا نقوله كسكسي غديون. وعندنا كسكسي ثاني حتى هو، لكن الناس ما عادش تتابع فيه لانه بعيد، نقوله ارمس. وارمس هو القطف، وارمس هذا فيه نوعين، ارمس الابل، قطف الابل، وقطف بتاع بنادم تو موجود هنا في مشروعيات، القطف بتاع الابل بكثره وحتى تحت التنيه، لكن اللي ياكلوا فيه البنادميه موجود في الترش من قدم الجمل وتعالى زي مثلا. هذا عنده حموضه تاكله حتى انا، لكن حتى هو في كسكسي فيه نكهه بعد الفساد. خلينا في الكسكسي، هذا قلت لك انه مشهور في ليبيا. ايه نقول لك انا الكسكسي احنا قلنا ثلاثة انواع ولا اربعه. الحقيقه الكسكسي المليح والزريعه هي انقطعت مننا، زي ما انقطعت زريعه الدلاع النجيله اللي توزن 105 كيلو. هذا فيه توه قمح صلب يجيبوا فيه مصلح باهي، لكن القمح الاول هذا كاي حتى من غير شيء، بصله هكا وحاجه بسيطه يتكل على الكيف. لكن تو بتاع الشميد هذا ما في الشكل يختلف يعني على الكسكسي زمان. هذا اللي جنب بين الكسكسي والكسكسي. لا انا ما نشبحش فيها هي، وريها لي لك تحت. بسيطه اطمين.
هذه بسيسة. ايه يا طمان ايه. هذا فيه خلطة كبيرة حاجة فيها خلطة فيها. هي مشهورة في الجبل كله يعني. اه مشهورة طبعا. بس تتميز مثلا في يثرن هنا. تتميز هي احنا الحقيقة وقت السقع يديروا فيها الصبح. اكترية الصبح ويعدوا فيها بالكرموس. هو هذا يعطي طاقة حرارية في الصقع شيء من اغرى لكن سيبناه. والمنطقة هذه كانت مشهورة بالكرموس. ما فيش عائلة اللي الخشة هذه معناها اللي ما عندهاش يعني على الاقل 7-8 كرمات 10 وفي اللي عنده حتى غروس يعني. طريقة دير الكرموس هذا. هذا طريقة هو الطريقة نتاعه قاعدة ما عادش فيه هاك العسل الاول. ليه؟ لان صار الجفاف وضعف. احنا عندنا منطقة فيه اللي يدير في 18 غرارة في السنة. يعني 18 غرارة اذا حصلت لك الغرارة ب10 مرطات. فهمتوا؟ طريقة التصنيع يصبح جاف هيك لما ينشروا فيه في المنشر. وقت يبس يقعد يعني فيه الرطوبة. إذا كان هو فيه عسل هلبة وانا ديروه فيه في الرواني مصنوعة من القديم هذا اللي سبحتوها وانا بكري. فهمتوا؟ بعدين مشهورة به المنطقة. احنا زمان حتى اللي ينزل ما الناس كانت محشورة هنا. احنا القصر دي سير هذا فيها 1800 غرفة. يعني دير غير كل عائلة فيها 5 من الناس. يعني هذا رب حسبتك تطلع فوق من 8000 عائلة موجودة هنا. يعني كل عائلة عندها غرفة تخزن فيها. هذا السمن هذا او قديد. هذا قديد. قديد هذا يقلوه في زيت الزيتون ويحتفظوا فيه في معون قلال والا حتى المطلي هذا يبعد كيف يقدر يبعد ويستعمله. وهذا بصل محروق اللي قلت لك عليه. هذا يعطي نكهه جميله جدا للبازين اللي هو هذا هو البوهه هو. وعندنا مازال هدي هذه انا في ماش هنا سلطة. اي طريقتها تفرق ممكن. اي طريقتها تفرق. هذا يديروا فيها بالبصل والفلفل والطماطم ويديروا لها الكروية يعني ويديروها خفيفة وتجي فيها نكهة تمام يعني. مازال عندنا الفتات. الفتات هذا احنا نقوله اشرشي. وكلمة اشرشي حتى في الجنوب يعني قاعدة من يستخدموا فيها. الفتات يديروا فيه في الفرن زي هذا مع الطبيخة ومع يديروا له سقو وبصل ولحم وكذا يعني كويس تمام. هذا كل نوع الاكلات يعني اللي ما فيش اكلات معينة مثلا مميزة في رمضان ولا في العيد ولا تو حديثا هذا قلت لك احنا عاد ما بعد السبعينات تغيرت امور هلبة. عرفنا المكرونة وعرفنا الرز وعرفنا فهمت ولا لا المبطن والكفتة والكباب قديما يعني زمان لما كان يجي الضيف شنو اول حاجة كان يعطوا له فيها؟ اول ما يجي الضيف قديما اول ما يقدموا له كان جاء الضحايا يعطوه التمر والبن. هذه قاعدة يعني. والغداء يا بازين يا كسكسي يعني والا حتى الشرشي هذا اللي قلت لك عليه. هذا يعني مجمل الاكلات والمطبخ. ايوه هذه تيداس لعبة شعبية تعرف بالعربية خربقة ولعبة عند اليمازيغ عرفت قديما وكانت يستخدموا فيها أساسا للحروب والغزوات وكخطة لعب ميدانية فكرية وفي الوقت وتفلوا بها كيران ديش بقدس باش ليلها حياتهم يعني